في أمثال سمعناها من أهلنا وربينا عليها وبعدها منسمعها لهلا، مثل ما في نزلة إلا في قدامها طلعة، ويلي ما بيقتلك بقويك وغيرهم كتار. نحنا جيل قطع عليه كتير صعوبات، كوارث، تغيير مستمر وأعباء كبيرة، بس بدل ما نستسلم ونقبل بمصيرنا صرنا صلبين ومتعلقين بالحياة. هيدي القوة أخدناها من أهلنا، اليوم إجا دورنا لنمرق هيدي المرونة يلي اكتسبناها لأولادنا. مسؤوليتنا كبيرة تنساعدهم يتخطوا هيدي الصعوبات من خلال دعمنا إلن. كتار بيسألوني شو يعني المرونة؟ المرونة هي قدرة الأشخاص وبهالحالة تحديداً الأطفال على التعافي من الإجهاد، تخطي الأزمات، التعامل مع الفشل، مواجهة التحديات أو حتى الصدمات بشكل إيجابي. المرونة عنصر مهم من عناصر الصحة النفسية، كتير مهم ننميها عنا وعند أطفالنا، وكتير مهم نعرف أنه لنقدر ننمي هالمرونة مفروض نهتم بصحتنا النفسية، وللاهتمام بالصحة النفسية مفروض يكون في موارد بالمجتمع اللي عايشين فيه، موارد اقتصادية، أمنية، مجتمعية، ومفروض نحن نشتغل على تنمية مهاراتنا الشخصية كأهل والاهتمام بمهارات أطفالنا، ونكون منتبهين كمان لما أطفالنا يكونوا تعبانين مضغوطين نطلب المساعدة ونتوجه للخدمات الموجودة. أهم شيء بنقدر نعمله كأهل هو أنه نهتم بصحتنا النفسية، نقضي وقت مع أولادنا، نحفظهم على روتين يومي، وإذا حسيناهم منهم مرتاحين ما نخاف نطلب المساعدة ونتوجه للخدمات. 16817 طفل وطفلة استفادوا من أول السنة لليوم بلبنان من أنشطة دعم نفسي اجتماعي. 11804 شاب وشابة شاركوا ببرامج تدريب على المهارات الحياتية، و 5793 أب وأم قبلوا يلتحقوا ببرامج تساعدهم يعبروا كمان عن الصعوبات يلي عم يواجهوها ويشاركوها مع أشخاص مثلهم. خدمات يونيسف تستهدف الأطفال، المراهقين والأهالي، بتتأمن بمراكز اجتماعية بتتأهل تتصير مساحات آمنة وصديقة للأطفال مع اتباع كل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. هالخدمات عم تتأمن حالياً كمان من خلال فريق نقال أو عن بعد من خلال منصة إلكترونية أو مكالمة جماعية. وقت نحكي عن مساحات آمنة وصديقة للأطفال، نقصد مساحات موجودة بمراكز للشركة لإلنا. فريق العمل الموجود بهيدي المراكز مدرب على مبادئ أساسية لحماية الأطفال من ضمنها السرية والإحالة الآمنة. مدربين كمان على أنشطة دعم نفسي اجتماعي هاتفي ومطورة لتناسب أعمار الموجودين. هيدي الأنشطة يلي بتتنفذ مع مجموعات مصممة لتطوير مهارات محددة وأساسية عند الأطفال، مثل الثقة بالنفس، الكفاءة الذاتية، التعبير عن المشاعر أو العواطف، مهارات التواصل الإيجابي، بالإضافة للمهارات الحياتية. وهيدا كله بيعزز المرونة عندهم. بالإضافة للأطفال، بما أنه دورنا كأهل وكقدوة لأطفالنا بهيدي المرحلة كتير مهم، في برامج متخصصة لتساعدنا نعبر عن الصعوبات يلي عم نمرق فيها حتى نكتسب آليات التأقلم. هيدي البرامج بتساعدنا للتربية الإيجابية وبالتالي تنساعد أطفالنا. هيدي الخدمات مجانية ومؤمنة من خلال شركائنا من جمعيات عالمية أو محلية بكل المناطق اللبنانية، ممكن تلاقوها على الرابط التالي. تذكروا بالرغم من كل الصعوبات اللي عم نمرق فيهم، نبقى نحنا القوة والدعم الأساسي لأولادنا.